ده معانا على التليفون السيد سفير كوريا الجنوبية الصديقة لدى القاهرة، أهلا بكم. معالي السفير أهلا بيك. رمضان كريم. الله أكرم، كيف حال اللغة العربية والإفطار على مائدة المطرية؟ لا أنا أتكلم عربي مش كويس. أوكي، أنا هحاول أبقى محدد جدا في الأسئلة وهتكلم لغة عربية نوعا ما بهدوء، فهسأل كيف استقبلك الناس في المطرية أثناء مأدبة الإفطار الضخمة؟ كانوا كلهم في العية، كانوا كلهم ناس أول مرة أشوفهم، لكن كانوا طيبين جدا وسلمنا على بعض وكمان اتصورنا سوا. عظيم، كيف علمت بالأمر ومن وجه لك دعوة الإفطار؟ بصراحة ما كنتش أعرف عن إفطار المطرية، بس في يوتيوبر مشهور اسمه أكلة أدنان، هو دعوني وأنا لفوت هناك. بالمناسبة أدنان هو اللي عرفني على هنين، هي بنت مصرية بتبيع أكل كوري في الشارع في المعادي. مظبوط، في شارع 9. أنا من المعجبين بالأكل الكوري بالمناسبة، ما رأيك في طقوس رمضان هنا في القاهرة وفي مصر بشكل عام؟ هي زي الأغنية المشهورة رمضان في مصر حاجة تانية، أكيد رمضان في المطرية كنت كان حاجة تانية، كل حد بيا جدا وكل كان مبسوط، كنا كلنا واحد في الصيام وفي الإفطار، هي دي روح رمضان الجميلة. صحيح، ما هي أو أنواع الطعام المصري التي أحببتها؟ أنا بحب في الحقيقة أنا بحب كل الأكل المصري، لكن خاصة بحب الكشري والقطايف. كشري وقطايف. كشري والقطايف، الكشري شباب شوية أكل كوري اسمها بيبيمباب، والقطايف برضو شباب أكل كوري اسمها سونكن. إذن في المرة القادمة سوف نحضر أكل كوري على المائدة إن شاء الله. أشكرك جدا سيادة السفير، ويعني نورتنا في مائدة المطرية ونورتنا في برنامجنا 9 على شاشة القناة الأولى، القناة الرسمية لجمهورية مصر العربية، وإقامة طيبة دائما في مصر خلال فترة عملك وفي أي وقت تأتي ضيفا عزيزا مكرما علينا في القاهرة. شكرا ليك.